السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وحبايب قلبي، رجعت لكم من جديد وكما عودناكم في قناة أبو فهد المميز لا يليق به إلا التميز. إن شاء الله يا جماعة راح تعجبكم هذه الحلقة تمام. ولكن قبل ما نبدأ بأي شيء أتمنى لما سوى لايك سوى لايك، واللي ما سوى شير سوى شير، وياريت تفعلوا زر الجرس اللي هو التنبيهات علشان توصلكم إشعاراتنا ويوصلكم كل جديد. حبايب قلبي، بداية قبل ما أدخل في صلب موضوع حلقتنا لهذا اليوم، راح أو أحب أبارك لأخوي وحبيبي الباشق بتربعه على التوب السوري، وكما عودنا يعني هو دائما معودنا على أنه هو يأخذ التوب السوري دائما الأول، ما شاء الله عليهم الشباب. كمان حصد المركز الثامن عالميا، يعني بصراحة الشباب وحوش وما قصروا. طبعا كلان الباشق اللي هو الفرع الثاني لكلان شامنا العريق اللي كلكم أكيد تعرفوه، فأرجع وأقول له مرة ثانية ألف ألف مبروك عليكم، وهذه مو غريبة عليكم شباب، عاشتيدكم. والآن خلينا ندخل في صلب الموضوع واللي هي حقائق أنتوا أكيد ما تعرفوها، أو على الأغلب بعض منكم ما يعرفها، فخلينا نبدأ على طول في هذه الحلقة شباب. بما أني أنا ألعب كلاش أوف كلانس يمكن أتوقع من 8 سنوات، ومن واقع خبرتي جبت لكم أو حبيت أفيدكم بمعلومات وحقائق عن هذه اللعبة اللي نحبها كلنا، فقررت أني أسوي هذا الفيديو لعيونكم. وعلشان ما أطول عليكم خلينا ندخل في صلب الموضوع ونكشف لكم أسرار أغلبكم ما يدري عنها. So stay tuned brother. أولا في يوم 27 من سنة 2019 أتوقع فبراير، لما قرر البناء الخبير أنه يترك عمله ويسافر، صار العملاق هو اللي ينوب عنه في عمليات التطوير والبناء. رقم 2، في بدايات اللعبة كانت كان أي يعني جندي يدمر كامب الجيش يدمر تلقائيا معاه. الثالثة أو الفقرة الثالثة اللي هي هل تعلم أن منجم الجواهر كان من المفروض يطلع لك بالسنة بحدود 1752 جوهرة، ولكن تم التخفيض قليلا في وقت لاحق لحدود 1500 جوهرة سنويا. رابعا، هل تعلم أنه أول ما نزلت البيكة كانت جدا جدا ضعيفة، لدرجة أنه أبسط الأفخاخ والقنابل تقدر تدمرها؟ سادسا، هل تعلم انه اول ما يمتلئ كامب الجيش الكامب يطلع دخان؟ شكلكم ما تعرفون، حط عينك بعيني يلا، شكلك ما تعرف، خليك معي. سابعا، اذا تريد تطور السور يعني من ليفل 1 الى ليفل 14 تحتاج جواهر الى بحدود 637,895 جوهرة، أو ما يعادل 4813 دولار، مبلغ رهيب. ثامنا، في بداية اللعبة كانت الأفخاخ كلها ليفل 1 على فكرة، وما تتطور مهما كان التاون هول اللي أنت فيه. تاسعا، هل تعلم، شكلك ما تعرف، أنه قبل كانت مساحة المخطط 35×35، أما بعد التحديث الكبير في 2015 تم تعديله إلى 44×44. عاشرا، هل عندك خبر انك كنت قبل تقدر تبيع درعك مقابل الذهب؟ شكلك ما تعرف. المسألة 11، لما اخترعوا اللعبة كلاش اوف كلانس كانت توب اللعبة يا جماعة تاون هول 8، يعني اللي تاون هول 8 ما يرد على تاون هول 4، خلاص شايف نفسه عليه. المسألة 12 يا جماعة، اسهل دفاع من ناحية التمكيس اللي هو الكناس الجوي الاير سويبر، حيث انه تقدر تمكسه من تاون هول 11، هذا هو اول دفاع في اللعبة تقدر تمكسه في تاون هول 11. المسألة 13 يا جماعة، عندك خبر اذا كان عندك خبر ولا لا رد لي خبر. يا جماعة تعرفوا انه اكثر عدد كؤوس ممكن تحصلها من الخصم هي 59 كأس،
هذه السقف تبع اللعبة يعني أكثر من كذا حتفشخه وهو حيسبك أنت وأهلك يعني. فتسعة وخمسين لعبة قالوا يعني علشان ما اللي تهجم أنت عليه يعني ينتحر، عرفت شلون؟ فالتوب هو 59 كأس. هل عندك خبر أو هل تعلم أنك تحتاج لثلاث سنوات وخمس أيام وتسعة وعشرين دقيقة وثلاثين ثانية مع خمس عمال من البداية لتمكيز قريتك من تاون واحد لتاون 13 ماكس؟ يعني طبعا أكيد مو كذا، لازم أكيد تتابع وما تخلي عمالك يوقفوا، تحتاج لهذه الفترة إذا كان عندك خمس عمال. هل تعلم أنه كان اسم اللعبة أو عنوان اللعبة في أول تحديث لها ماجيك وبعد كذا خلوها كلاش أوف كلانس عادي كذا بدون أي أسماء للتحديث؟ وبكذا نكون خلصنا المعلومات اللي جبت لكم إياها والحقائق عن كلاش أوف كلانس. في أشياء كثير يا جماعة، ولكن حبيت أشارككم بهذه المعلومات لأنكم حبايب قلبي وغالين علي، وإن شاء الله نلتقي مع بعض في وقت لاحق. كان وياكم أخوكم أبو فهد، أحبكم، مع السلامة.